ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نظرا للظرف كان لابد ان احنا نكون يعني بدانا قبل ذلك بساعه، لكن ايضا الاخوه، انا اشتكي من الاخوه، والله انا اشتكي من الاخوه، يعني من يتوفر معه الوسيله المفروض اصلا حتى ولد صبي قبله، ما يعني غفر الله للناس، وده حق. وانا جالس كل هذا جالس ساعه كامله جالس منتظر، والله لو اعلى منك. ونزلت مشيت في الشارع، يعني انا برضه لما جيت قدرا، مش بالترتيب، الترتيب جاء متاخر، وانا ماشي الله رزقني باخ بسياره وقف واخذني، شيء مؤذي صراحه. اقول اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله من ربنا ونعمه مع مجمل الاعتقاد، او اعتقاد الاجماع على جمله اعتقاد السلف، وايضا اعتقاد الامام احمد. احنا تكلمنا عن اعتقاد الامام الشافعي لنبين فقط هذه، لتكون الحجه ظاهره، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وتقام الحجه، والمساله ان تبرأ الساحه ايضا، لانه من قال بان السلف يعني لم يتكلموا في الصفات ولم يصف الله باي صفه، هذا كلام جهل مركب. وحقيقه الامر كما قلت، انظر الان، هذه عقيده الامام الشافعي قد بلغناها وتكلمنا عنها بفضل من ربنا ونعمه. واما عقيده الامام احمد سنتكلم عنها، وعقيده مالك سنتكلم عنها، وعقيده ابي حنيفه سنتكلم عنها، ونتكلم عن عقيده التابعين ايضا، عقيده سعيد بن المسيب، عقيده يعني، وهذا احنا تكلمنا عنه اجمالا في شرح اصول اعتقاد اهل السنه. طب ممكن يدخل بقى ناحيه ثانيه يشوفون. ماشي. اتفضل. عقيده اهل السنه والجماعه يعني عند التابعين وتابعي التابعين ايضا سنتطرق اليها، لكن نتكلم على رؤوس المذاهب التي الذين قد كتب الله لهم القبول في مشارق الارض ومغاربها. الكرماني ونقل جمله من اجماع السلف على الاعتقاد، وانظر هذا الكرماني العالم الرباني الحنبلي ينقل عن السلف جمله، يقول قد اجمع السلف عليه، وهنا اعتقاد الاسماء والصفات الذي انكرها من يعني يؤول او يحرف ويقول نذهب الى التاويل خوفا من الترسيم. يعني سبحان رب العظيم، يعني ادخل عقله في الغيب فاودى به الى مهلكه هو لا يدري. وبعدين الكلام هنا لابد ان نفهم شيء، الذي ضل في باب من ابواب الاعتقاد في الله، كيف يتكامل علمه؟ كيف يتكامل علمه وقد ضل في باب من ابواب الاعتقاد في الله جل وعلا؟ هذه مسألة عظيمة. وأنا قلت حتى لو قلنا له عذر ببعض التأويلات، نقول له المسألة دائرة على شيء آخر، ألا وهو لو عايز بتاع موجود. فأقول الاعتقاد اعتقاد السلف ظاهر، وقد اعتقدوا في الله جل وعلا، والذي ضل في باب الاعتقاد في الله جل وعلا نزلت رتبته، يعني نزلت رتبته، فرتبة ناقصة، رتبة العلم ناقصة، لا كلام في ذلك. فنسأل الله جل وعلا يعني الثبات والسداد والرشاد، ونسأل الله ان نستبصر طريقنا ونستنير في السير. نعم، تفضل. بوابة العلم اتقان العقيدة. بوابة العلم اتقان العقيدة. وطلع كما قلت، يعني انا اعرف انه كثير من الافاضل لهم خير ولهم عاطفة، لكن المشكلة لا يتحكمون الا العلم. فمن اجل حبهم لسين او صاد او نون او عين يهونون حتى من خلاف. يعني هم يقرون بانه نعم اخطأ فاهم فلان او فلان او فلان، ويهونون من الخلاف. المساله في حق الله، فين تعظيم الله جل في علاه؟ تفضل شيخ، اين تعظيم الله جل في علاه؟ قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله في إجماع السلف في الاعتقاد، قال رحمه الله: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص،
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. انتظر، يبقى إذن هو جملة الإجماع هنا، الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، والإجماع الاستثناء، والإجماع أيضا طبعا الإجماع هنا فيها كلام، لأنه طرح كلام الحنفية في هذا الباب. لكن الجملة التي اعتقدها السلف من التابعين وتابعي التابعين والأئمة بأسرهم الإيمان يزيد، وأن الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع، ونقل إجماع على ذلك ابن عيينة، ونقل إجماع على ذلك إسفان الثوري، ونقل إجماع على ذلك الإمام الشافعي، والإمام البخاري قال كتبت عن 1000 شيخ على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. احنا تكلمنا عن الإيمان قول وعمل، وقسمنا الناس في ذلك، الإيمان يزيد وينقص أيضا سنقسمها، لكن بعدما نبدأ به نريد تقسيم الإيمان أيضا يزيد وينقص، هذا فيه خلاف، نبين اعتقاد أهل السنة والجماعة. أولا الإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا عليه اتفاق أهل التحقيق على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأيضا اختلف أهل السنة محل الإيمان، أين محل الإيمان، على أن جمهور المحققين قالوا محل الإيمان هو القلب، والقلب فيه التصديق، لأن القلب عليه أمران، قول القلب وعمل القلب، وقول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد الاتباع، اللي هو كما قلنا قبل ذلك الإخلاص، المحبة، اليقين، التوكل، أعمال القلوب يعني، وأصله الانقياد والاتباع لأوامر الله جل في علاه. فقد قال بعض العلماء أن الإيمان يزيد، ماشي، يزيد كالجبال، يزيد بالطاعات كالجبال، وينقص حتى يصير كالهباء. قال بعض السلف يزيد الإيمان حتى يصير كالجبال، وينقص حتى يصير كالهباء. وأجمع أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة على أن الإيمان يزيد وينقص، وطبعا هو خلاف المرجئة، حتى الخوارج يقولون بأنه يزيد، لكن لا يقولون أنه ينقص، وهذا الخلاف الذي سنبينه بإذن الله تعالى. وإذا قلنا بأن الإيمان محله القلب، والمسألة دائرة على التصديق، فالتصديق أيضا يزيد وينقص، وإن هذا خلاف أيضا بين بعض العلماء، والخلاف لا أعلمه عن أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف أعلمه عن المرجئة وعن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون، تفضل شيخ، أهل السنة والجماعة يقولون التصديق يزيد وينقص، والأدلة على ذلك كثيرة، التصديق يزيد وينقص، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا بيان تفاوت التصديق في القلب، عايزين نسمع التفاوت التصديق في القلب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخبر ليس كالمعين، الخبر ليس كالمعاينة. وأيضا دل الفوارق على أو تفاوت النسبة في التصديق، فإننا نتفق إجماعا على أن يعني أعظم الناس إيمانا هم الملائكة، لما وهم أعمق الناس صدقا تصديقا أيضا، لما لا أصون الله ما أمر، لا مش ليس على الطاعة، لا على اليقين، ائتي بسبيله قصد التصديق، لا كيف على أساس أنهم يرون فعل الله جل فعلا، سمعوا صوت الله وأخذتهم رجفة، ها إن الله جل إذا أراد أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي، فسمعوا الملائكة كأنه سلسلة على إيش، على صفوان في هذا، ومن الملائكة من يحمل العرش، وإذا رفع رأسه يقول ما عودت غير حق سبحانك ما عودت غير حق عبادتك، وهم يرون فعل الله جل فعلا، والبيت المعمور يدخل 70,000 ملك يضفون به لا يدخلونه بعد ذلك. فالتصديق تصديق الملائكة باتفاق أعلى من تصديق البشر، وتصديق الصحابة أعلى من تصديق من جاء بعدهم، لأنهم يروا المعجزات، رأوا اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا أن الماء قد نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أنه أخذ عين الرجل وضعها فكانت أفضل من الثابتة، رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات في أيديهم بين أيديهم، وهذا يقوي التصديق أيضا. وكما قلنا أن الأصل في ذلك المخبر لا ليس كالمعين، وقصة موسى مشهورة، موسى عليه السلام أن الله قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الله السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان إيش؟ أسفة. لكن كسر الألواح، هل فعل شيء؟ ما كسر الألواح. هي المسألة هنا عندنا ماشي، الإيمان جيد، كسر الألواح لما رأهم عيانا يعبدون البقرة أو العجل، ألقى الألواح كسرها وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لا تأخذ بحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي،
فإذا هنا التفاوت في مسألة التصديق، لأنه بالمعاينة يزداد التصديق ويقل. يعني أنت عندك مراتب العلم ثلاثة، وش هي يا أستاذ؟ مراتب العلم ثلاثة، وش هي؟ علم يقين، علم يقين، ماشي ماشي، حق يقين وعين يقين. ممتاز، علم يقين وحق يقين. وأنت الجنة عندك الآن منها علم اليقين، أعددت العباد إلى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب علم يقين ثم حق عين يقين. أولا عين يقين عندما تقف على سطح يوم القيامة قبل أن تدخل جنة، قبل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تدخل، وأنت ترى ما فيها من الأنهار والأشجار والثمار في هذا الباب، صارت عين إيش؟ يقين. وأيضا أهل النار يسمعون عن النار ويعلمون ما فيها. طيب وإذا وقفوا عليها كان عين يقين، إذا نزلوا فيها كان حق يقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة فصار حق، صار حق حق يقين. وكل ذلك كما قلت لكم المراتب هذه تتفاوت، التصديق يتفاوت بهذه المراتب، التصديق يتفاوت بهذه المراتب. فين الآية تثبت ذلك؟ ماشي نسيت. إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ألم تؤمن لم تصدق، تخفت على طول، ألم تؤمن قال إيش؟ بلى ولكن، ها الشاهد هنا بلا ولكن ليطمئن قلبه والطمأنينة، هذه هذه علوه الآن، زيادة تصديق. فحقيقة الأمر إن وجدنا ما عدنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني وجدت ما عدنا ربي حقا، هل وجدت ما عدنا ربكم حقا؟ عامة التصديق فهذا بقى خلاص دول ماتوا مع الحي إذا رأى ذلك. فالتصديق أيضا كما قلنا بالمعاينة يزداد. وإبراهيم هنا قال لما يره عالم بأن الله تعالى يخلق ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لكن عندما يراه يحيي أمامه بأنه أخذ أربعة من الطير فسرنا عليك ثم جعل كل جبل منهن جزء ثم دعونا أتينك سعيا. شوفوا جعل قطع الرؤوس ووضع الرؤوس مختلفة في أمكنة والأبدان في أمكنة. فلما دعا أمر الله أن يدعوهم دعاهم كل رأس ذهبت إليه، وهكذا تبعثون، هكذا تبعثون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في مسألة الحشر والنشور، هكذا يبعثون. قال تمطر السماء مطر كالطل فتنبت منه الأجساد، ثم ذلك تتطاير ينفخ في الصور نفخة واحدة، فيعني تتطاير الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها. سبحانه القوي القادر الجبار العليم الكبير سبحانه جل في علا. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين. وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وقال الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثن. فأين هي؟ تاخد تلفوني بس هتعمله عليك انت ولا خد خلاص بس كان عندي حاجه كان في فيس بس في فيس بس عايز تدخل بقى تدخل الزام بس اظبط انا كل حاجه بس هعمله طيران عشان يرن اعمله بقى زي ما انت عايز تعمله اسف والله لا ان شاء الله. فالتصديق يتفاوت. وانظر ايضا حتى بالصحابه بين الصحابه التصديق يتفاوت. تصديق ابي بكر ليس كتصديق اي احد من اصحابه، تصديق ابي بكر رضي الله عنه بعد تصديق النبي، ولذلك لقب بالصديق، لقب بالصديق، ولذلك ما كان يحتاج اي شيء. قالوا له اترى ما قال صاحبك انه كان البارحه في بيت المقدس وحاضر اليه عجباد الابل شهرا، فماذا قال؟ وش اللي قاله؟ ها وش اللي قاله هو؟ ما في، هو قال كلمه واحده أقل. قالوا نعم. قال إذن فقد صدق، إذن فقد صدق تصديق الصديق. الصديق كما قال عبد الرحمن عوف ما 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 سابق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. أوله هو التصديق، أوله هو التصديق. ولذلك كثير ممن ارتجفت قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيها شيء في التصديق عندهم. قال ولذلك قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيء. فالذي يثبتك في الزلازل تصديق القلب، كيف علاقتك بربك الذي في علاه واعتقادك فيه. فإذا التصديق كما قلنا يتفاوت، التصديق يتفاوت.
فيزيد أيضا وينقص، فالتصديق يزيد أيضا وينقص. وكذلك أقوال، ده قول القلب، وعمل القلب أيضا يزيد وينقص، وعمل القلب أيضا يزيد وينقص، وعمل جوارح. نتكلم تلو تكلمنا عن الإيمان في حقيقة القول بالقول والعمل، فهنقول القول قول القلب وقول لسان أيضا يزيد وينقص، أما عمل القلب أيضا يزيد وينقص. الإخلاص، الإخلاص، الخشية، الرهبة، التوكل، اليقين، كل ذلك يزيد وينقص، كما سيأتي في الكلام على مسألة الإيمان، وأن الإيمان مراتب ثلاثة. يأتي ختاما بس بعد الكلام على مسألة الإيمان يزيد وينقص. أدلة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فكثيرة، قال الله تعالى تصريحا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل هذه فيها دلالات على الزيادة. هذه الأدلة حدد بالملكي أن يقولوا، أو المالك يقول بالزيادة فقط، لكن سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأيضا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم تصريحا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا الدلالة على نقصان الإيمان نريد بهذه، الدلالة على نقصان الإيمان نريد. طب ليش حدثت بس ما عملتش، كان محتاج تحديث وعملته. طب خلاص اعمله بقى عشان لما تدخل فيها تاني يعني جهزه. لا ما انا مش هتحسب، لازم تحط حساب بتاعك. قلت لك طب هات صحيح ماشي عامل كده. ايوه انا كل رجل مرتجف ومش عايز اظهر. طب خلاص انا ماشي عامل من حقك، بس انا ما تقلقش مني خالص خالص. انا لا اعبر ولا اظهر. لا ربنا يحفظك، رضي الله عنك، حفظك ربي، يحفظك من كل سوء. دليل عن نقصان إيمان، هم قالوا، وده حدا مالك قال الكتاب ما ذكر إلا زيادة. ماشي، ثم ازدادوا. احنا في أكثر من 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 دليل، خلي بالك مش دليل واحد. ها أكثر من آية، أكثر من آية. تفضل. ان الذين امنوا ثم كفروا، ممتاز ممتاز. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا. فين بقى وجه الشاهد؟ وجه الشاهد كل الايه. لا مش كل الايه، من اول ثم كفروا. ثم كفروا، ما هو خلاص اقصد من اول، عايز تجيبها هتجيبها من اول كفر ثم كفر، دي الدلاله. اين كنتم؟ انا كنت في عمل وما رايتش احد. شفتوني يعني الحمد لله. زياده الكفر تدل على نقص الايمان. الاحمدي يسلم عليك يا مصير. نعم شيخ. زادتهم ليسا الى ليس. هو بص شوف هنا الان الايه الاولى الذين امنوا طيب ثم كفروا، هنا الكفر لا يكون الا بعد ايه؟ استنوا بعد ايش؟ نقص الايمان. ما خلاص ماشي احمد مستعد معانا. نقص الايمان الى زواله، ما هو زاله بالكفر. طب مش كفر بقى تاني؟ زيادة الكفر، فاهم؟ زيادة نقص ايه؟ ايمان. لان كل كافر اكيد معه نوع ايمان لكنه لا يصلح ولا يغنيه، فبيزداد زيادة كفر يعني ينقص. لو في فرصة للإيمان فإنه ينقص الإيمان. والآية الثانية قال أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وزاد رجس إيش؟ نقصان. وهذه أيضا فيها دلالة على نقصان الإيمان. أما السنة فكثير، السنة جاءت الزيادة وجاء النقصان. فين الزيادة فيه؟ أكمل المؤمنين. يا إيه جمال ده جاهز على طول. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وطوين وجه الدلالة، وجه الشاهد أكمل المؤمنين إيمانا. وجه الشاهد أكمل دي تفضيل، أفعل تفضيل يعني وتويش فيها وش اللي فيه؟ سماهم كلهم مؤمنين، ثم قال هناك منهم من هؤلاء المؤمنين أكمل. طالما قلنا أنه المسألة فيها تفاوت في الكمال، يبقى معناها أنه إيش؟ يزداد، لأنه بكل زيادة يعلو الكمال. أيضا في أدلة تانية على الزيادة. ماشي الزيادة، أصلا الزيادة في السنة متعبة شوية، لأنه في متعبة شوية، لأنه لازم ياخد لها يعني يفكر في وجه الشاهد وجه الدلالة. شيخنا حديث حنظلة رضي الله عنه وقال في النقصان،
كل حديث هتجيبه هتلاقيه في انا عايز زياده اريد اريد الزياده كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم في البدايه دي اه في البدايه كنا فكاننا نرى الجنه عين عين وهذه من زياده الايمان. فثم قال قال فاذا ذهبنا الى البيوتات عافسنا النساء والاولاد معافسه النساء والاولاد حسب ان ذي يقل الايمان. فقال نفق عن ظهر ليس نقصان لك انه حقيقه النزول على رتبه الايش الكمال النزول على رتبه الكمال. نعم ان اجد روح الجنه ايه الجمال ده ايه الجمال ده فين بقى وجه الدلاله من هذا الكلام الطيب الجميل واضح واضح ما تسالنيش واضح. هو قال لما قال انا اتفضل اني لا اجد ريح الجنه من دون يحب دون غيره دون غيره زيادته هنا لانه حتى سعد معاذ قال ما بك ما الى اين تذهب يا سعد؟ قال اين يا انس؟ قال اين يا سعد والذي نفسي يدي اني لا اجد ريح الجنه من دون احد. نعم فهذه معناه انه زاد الايمان الى انه ايه؟ بس انا اريد بقى اللمسه زاد الايمان الى ايه؟ كمان المستحب تقصد زاد مستوي ماشي محمد الى حق اليقين هنا الى كشف الغيب الى كشف الغيب. هو حقيقه الامر ليس حق يقين حق يقين لكن هو عين يقين قريب من ايش؟ حق يقين لانه قال اشتم وراح ما دخلش اشتم راحت رائحه الجنه من دون ايش؟ من دون احد يعني كشف الغيب. وهذا لا يكون الا بزياده زياده الايمان. لذلك اقبل لم يقبل ما عرفوه اخته عرفته بايش؟ ببنانه فقط في هذا الايمان. هذا من الادله على الزياده. في ادله كثير جدا. تخيلي حقيقي حقيقي واصلا اصلا اسيا قبل ان تموت رات القصر في الجنه. الشهيد هل سامع كاتب؟ تفضل. وزن النبي صلى الله عليه وسلم بس هو ده وزن النبي ماشي ووزن فوزن الامه ثم وزن ابو بكر فوزن الأم ثم وزن عمر فوزن الأم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على على إيش؟ على زيادة الإيمان وتفاوت الإيمان عند الثلاثة. شيخنا ممكن نستدل بس مش عارف صح يعني مثلا كيف أضحك قد التقى من صاحب القرن القرنة ولا لا 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 مثلا زيادة لا حديث الصخرة سلسلة في الصخرة بتاع الغار يعني خاصة الرجل الذي ما كلهم استووا في مسألة في مسألة الإخلاص. عندما نمسك واحدة واحدة يعني مثلا من طبعا بنت عمي هذا كان وصل لمرحلة على إيمانه فرجع في الحالات كلها الإخلاص هو الذي حرك الصخرة. كلهم استووا في هذا المقدار. تفاضل الإخلاص تفاضله موجود طبعا لكن هم استووا لأن كل واحد قال إن كانت لك ففرج عنا ففرج عنا. فهمت؟ تفاوت في ذلك. اما النقص فكثير. قال انسان ما رايته من نقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كل ناقصات عقل وايش؟ ودين. ناقصاته عقل ودين فنقص الدين نقص ايمان. وهذا قال اليس اذا حاضت لم تصلي لم تصوم. وهذه معناها ايه بقى؟ تستفيد منها يا ابو خالد؟ ممتاز. الله لازم ينسى. ممتاز. الاخوه كلهم اجاباتهم اجنبيه عشان هم تفضل. ما فيش. الحمد لله وشكر لله. ما في؟ مصير بالله فكر في المرأة ان النقصان نوعين منه نقصان حقيقي بسبب الذنوب والمعاصي ومنه نقصان نسبي بعد فعل الطاعات. هو هذه اذا دلت اولا على ان الاعمال مؤثره في الايمان. ان الاعمال مؤثره في الايمان هذا اول شيء لازم تستدل به. الاعمال مؤثره في الايمان يبقى هو ردا على المرجئه ومرجئه الفقهاء. يبقى الاعمال مؤثره في الايمان. طيب اهو شوف لما وهنا بقى المساله كيف يكون فيها نقص. حقيقه الامر على توجيه الشيخ وأن التوجيه الاول الذي يقدم على هذا التوجيه هو انه عدم الزياده يعتبر عند الفضلاء نقص. عدم الزياده يعتبر عند الفضلاء نقص لان هي في حقيقه امرها هي اصلا مطيعه لها اجر في ذلك مش عصيه. فالنظره الصحيحه في هذا الباب هو انه عدم الزياده نقص. عدم زيادة نقص. ويدلك على ذلك الرجلان اللذان كان يتنافسان على الخيرات والصالحات. مات احدهما شهيدا قبل اخيه. اخوه مات غير شهيد. شوف الشهاده وما في الشهاده عشان تعلم بقى الاعمال وما تفعل. فمات شهيدا والاخر بعده بعام مات
مات قدرا مات بغير شهادة، مات بغير شهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أيهما يعلو على أخيه ما تقدم، قال الذي مات بعد. قالوا هذا مات شهيدا، وأدلة الشهادة كبيرة جدا، هذا مات شهيدا. ضيعتم عليكم الخير حقيقة، تفضلوا، مات شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصلي بعده ألم يصم بعده ألم يتصدق بعده. كل هذه جعلت إيه لمن يعمل، جعلت علوا. هو الآن ألم يصلي بعده ألم يصم بعده ألم يتصدق بعده. فمع أن الأول مات ميتة هي ميتة السعداء، مات شهيدا، ومع ذلك لأن الآخر أخر فعمل، ده دل على أن الأعمال إيش لها تأثير كبير في علو الإيمان وعلو الدرجة. طبعا إذا على الإيمان علت الدرجة. وأيضا في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، ويخرج من النار من كل من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. قال ذرة، قال برة أو وبرة أو 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 قريب من ذلك. فمعنى أنه أصلا يذهب، الملائكة تذهب ثم تخرج، ثم بعد ذلك يتفاوت المقياس فتذهب وتخرج وتذهب وتخرج. هذه معناها إيش؟ تناقص الإيمان، يتناقص إلى أن يقول يقبض قبضة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما وجه الدلالة ماجد يا أيها العالم البحاثة أيها المحدث اللامع الرائع؟ قال أعلاها وقال أدناها، أعلاها أعلاها ده شاهد، أنا أريد وجه الدلالة. أنا بتضايق جدا في الأمور السهلة التي لا تجيب عنها، بتضايق جدا. فضل اسمع يا خلاص بقى، روح اقعد جنب احمد اسماعيل، ابوس ايدك او اجلس بجانب احمد اسماعيل. اتفضل بقى انت، قول لي وجه الدلال. القول ما قال الاسنوي واضح واضح، التوضيح تصيح. تفضل. ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شعب الايمان ما يعلي الايمان اكثر من غيره. هو قال لما جعل شعب الايمان اعلى وادنى، ده الشاهد الان. العلو يدل على ايش؟ على مرور بزياده، لا يكون علوا الا بزياده. الدنو يكون ايش؟ من اعلى نزل، يبقى معناه ايه؟ نقص. فاعلاها ادناها فيها علو، يبقى العلو فيه ايه؟ زياده. فيها دنو، يبقى الدنو فيه نقصان. ايضا الامر عرف عن المنكر ايضا فيه دلاله على ذلك. ها وشويه قال فمن لم اول شيء قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن أبي مليكة بسند صحيح قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. فين وجه الدلالة؟ ما الذي يحدث؟ طب ليه؟ طب في إيه؟ ما لا الحاجات دي ده اتشرحت كمان اصلا. كده انا هتضايق. ماشي يا شيخ نصير. شيخنا النفاق نوع لزوم، لذلك مش عايز تسالنا عشان ما تسالش. النفاق فيه لزوم، هو الإيمان يعلو فالنفاق. طب هو السؤال كان ايه؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق. دلالة على وجه الدلالة ان الإيمان ينقص. ازاي ينقص؟ فين؟ ما تتكلمش على الإيمان بحال، ما تتكلمش الحديث لم يأتي بالإيمان. ده أعمال قلوب. شوف بقى لما كل ما تهزه تعمل ايه؟ الهزة دي مشكلة وجيزة. ما انت اجابتك صحيحة، بس كل ما تتهز تبعد. كيف ده؟ يا ابني ما ذكرش الإيمان، بقول لك ما ذكرش الإيمان.
تفضل يا احمد. ما ذكرش الايمان ابدا. تفضل. التصوف يدل على التنفس. يعني ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك مبدعين، انت اذهلتني بالابداعات اللي موجوده عندك. حضرتك خد بالك، او ياخذهم على تخوف قال رجل من خزاعه، اي على تنقص. انت هو ده جابها من بره خالص، متوله فين؟ ولا جابها ولا حاجه. انت اللي بترممها له. ما بقول لك انت بترممها له. ما هو مفيش، ما عندوش اي شيء ابداعات وبيضحك. المشكله ان احمد اصلا كل ما يبدا يضحك. ده اللي سالني تجد يعني. طب فين الموبايل ده بتاع مين؟ ما اسمك؟ محمد. يا محمد احنا فين وانت فين؟ انت رايح الفرح محمد؟ لا سامعك شيء. طب انت ما سامعني ولا سامع الموبايل؟ ماله؟ ده ايه؟ مش عارف يقفله يعني. مين اللي مش عارف يقفله؟ انت؟ حضرتك مش عارف تعرفه؟ قرآن يا شيخ. قرآن؟ اه مش مهم يكون شغال. اللي وطيه بس. وطيه؟ لا مش وطيه، تغلقه. احنا في درس هتنازع. تخلينا احنا ننازع القرآن ما يصحش يا محمد. وانت فوق راسي كمان. بس بعد اذنك يعني عشان تسمع. اتفضل شيخنا. كنت اتكلم ان النفاق الاعتقاد. ماشي هي الاجابة عندك بس انت بتتهز. اتفضل شيخ. النفاق عكس الايمان يا سيدي. هو احنا نقول الان لازم تثبت الكلام ده. اثبتوه بدليل. اتفضل. انا كنت هقول مع خالص بيها بصراحه، بس كنت هقول ان النفاق خلو القلب من الايمان، وكانهم يقول انهم ان نقص الايمان الى ان خلا القلب منه. ممتاز. هو الان انت لو عايز تستدل خدها واحده واحده. قال ادركت 30 من ايش؟ اصحاب النبي مزكون ولا مش مزكون؟ زكاهم الله ولا لا؟ لما زكاهم زكى ايه؟ إيمانهم. يبقى عندهم إيمان صح كده؟ لما يخشى إنه الإيمان يكون نفاقا. النفاق لا يكون إلا بخلو إيمان. يعني ما ذلك يتناقص إلى أنه إلى أن يخلو القلب منه. وإيش بقى الدلالة على ذلك؟ بس هيا تفضل. صدر سورة البقرة. إيمان كفار ونفقون. هات الآيات. في... أنت إيه ده؟ لا صدر يعني 13 أول 13 الآية فيه يعني اقصد الايات قسمت الناس المؤمنين. طب خلاص ثلاثه اللي كنا فيه كان منافقين خالص. ماشي كويس. انا كنت اقول ان المنافقين في جماعه في انتوا في ايه بتقرأوا سوره الحجرات ولا لا؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولا يقول هي سهل يسير. والحديث طبعا اربع ما كنا فيه كان منافقا خالص. فإذا هنا لما يقول أدركت يبقى يخشى كل صحابي أن ينزل الإيمان إلى أن يخلو القلب من الإيمان فيكون الإيه؟ النفاق، لأنه مش هيكفر ظاهرا. مفهوم؟ وهذه دلالة واضحة جدا. وطبعا أصلا لابد أن تعلم أننا إذا ذكرنا بالتصريح الزيادة وذكرنا بالتصريح النقصان، لو ذكرت الزيادة زيادة لازمها النقصان، ولو ذكرت النقصان لازمه أيضا إيش؟ زيادة. فأنت أيضا لك أن تستدل بأدلة النقصان على زيادة، وتستدل بأدلة الزيادة على إيش؟ على النقصان. وهذا في رد أيضا على مالك فيما تبنى على ما قلنا. أعمل كده خلصت؟ أفل راح. أنا آسف. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب هو هيجيب التاني. ماشي. لا هو بتاع بركة يا عم شيخ حاجة رضي الله عنك. إذا هذه دلالة واضحة على الزيادة والنقصان. وأيضا في قول عمر بن الخطاب أول مرة منه مفتقر بالله حسن رضي الله عنك حفظكم الله. الثاني أيضا من الآثار ابن مسعود وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل، ثلاثتهم جاء عنه بأسانيد صحيحة يقول هيا نؤمن ساعة. ألم يؤمنوا؟ بلى آمنوا. صحيح. وش بقى وش المعنى في قولي هيا نؤمن ساعة؟ نزيد إيمانا على إيماننا لأن ذكر الله يزيد. طب فين بقى الدلالة على ذكر الله يزيد الإيمان في القلوب؟ يا إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وين بقى وجه الدلالة؟ ده وجه الشاهد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تفضل. الطمأنينة تدل على زيادة. لا ما هو قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلنا الطمأنينة هي ايش؟
أصل الإيمان يزداد إلى أن يصل إلى طمأنينة. طب إيش الدلالة بقى الطمأنينة زيادة الإيمان؟ طب هاتها بقى. أحسنت، ولكن ليطمئن إيش؟ ولكن ليطمئن قلبي. هناك أدلة كثيرة أيضا على ذلك. على على القريب، السؤال القريب. يعني ممتاز، يعني هيا نؤمن ساعة، يعني هيا نزداد إيمانا بذكر الله ساعة. وأيضا في قوله تعالى تصريحا الذين إذا ذكر الله، لا ده في تصريح، وإذا تتلى عليهم آياته إيش؟ زادتهم، زادتهم إيمانا. أيضا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس يرفع إيمانه على رأسه كذا كالظلة، يرفع الإيمان كالظلة، فإذا تاب رجع الإيمان على المواري. وده فيها دلالتان، وش الدلالتان؟ ماشي صح، دي الثالثة بقى. عندما نقول لا يزني ومؤمن، هذا ليس نفي لأصل الإيمان، هذا نفي لكمال إيمان الواجب، هذا نفي لكمال إيمان الواجب كما سأتي في المراتب. ماشي. الثاني ها؟ ما هو يزيد وينقص في الثالثة؟ وارتفاع وليس ارتفاع للإيمان كلية، ولكن الأصل يبقى مع المسلم. ممتاز. أقول اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال ثلاثة. طبعا الاختلاف هنا اختلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. أولا أقوال الناس، أقوال الطوائف في الإيمان واحد. الخوارج قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. احنا عندنا أهل السنة والجماعة ميزان، احنا المفروض لا في الزيادة والنقصان. لا لا بكلام في الزيادة والنقصان ولا الآن. مدام كذلك بقى اجعل السهم اللي في النص هو كلام أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، ذاك قول أهل السنة والجماعة. قول البدع والضلال الخارج يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص. وهذا عجب، هذا نقل عن مالك، مالك نقل عنه ثلاثة أقوال، أن الإيمان يزيد وينقص كقول الجماهير، وده نصره كثير من المالكية. والثاني الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم. وكما قلت أنه وافق على السنة أيضا في قول الخوارج، قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. ووجهة النظر عندهم في هذا الباب أن نقصان الإيمان معناها ضياعه، أي نقص في الإيمان يزيله، وده أصلا مترتب عليه، مخرج عليه أنهم جعلوه شيئا واحدا. ماشي كويس، بس يعني عايز تفصيل أكثر بقى. ممتاز. يعني بقى ايش فيها؟ هو ده دي الإجابة المراد. يعني ايش؟ مش عارفها. كل شوف العمل كله إيمان. اصل ايمان. يبقى سنة الظهر البعدية لم يصليها كفر. لا لكن ده اصل اصيل في التفصيل عندهم، في التفصيل لا قالوا الفرائض النوافل. يعني اصلا الخوارج منهم كثير قال الخوارج ولا الفرائض النوافل، قالوا يكفر حتى بترك النافله، قالوا بالفرائض والنوافل. المعتزله هم اللي قالوا بالفرائض، ودي احنا حتى كتبناها من مع الرسم بتاع المره الماضيه طلعوا. مش كلهم، بس هو في القول موجود، بس الاغلب مش هو كده. خلاص، هو الاغلب اصلا بيقولون لا يكفر الا بكبيره مش بصغيره. الكبيرة عندهم الصغير. لا بتوع عمان يقول بذلك. ثلاث أقوال عندهم في ضبط الكبيرة. الجمهور عندهم يقول إن الكبيرة هي الصغيرة عندنا. إن هي معصية. انتهى الموضوع. هي المشكلة، لكن حقيقة إذا أخذناها بالاصطلاح هم منهم من يقول بأنه يكفر بالكبيرة فقط. أو خلاص احنا قلناها في هذا الباب. فهم يرون دي مرتبة مخرجة على الإيمان كل متكامل، شيء واحد. إما يبقى كله وإما يزول كله. وطبعا العجيب من أسوأ أقوالهم في هذا الباب أنه لو ترك شيئا مما جاء به الشرع يكفر بذلك.
وطبعا هنا روايه مالك توافق هذه الروايه، توافق هذا القول. فروايه مالك اللي هو قال فيها يزيد ولا ينقص توافق. شوف هنا، شوف بقى هنا عدل النظر. مالك من ايش؟ مالك راس في اهل السنه والجماعه، مالك امام اهل السنه والجماعه، اجتهد. هو وجد فقال لم اجد في الكتاب ما يشير الى النقصان، فالايمان يزيد ولا ينقص، مع انه الحمد لله من المالكيه من اخذ من قول مالك انه قال يزيد وينقص على قول السنه والجماعه. لكن لو اخذنا هذا القول المالكيه يبقى ماذا نقول؟ نقول مالك من الخوارج، قطع الله لسان من يتهم مالك او يتهم مالك ببدعه او بشيء من ذلك. لكن طيب قول هذا ان قلنا لم يرد عنه الا هذا القول، القول ده قول ايه؟ بدعة. القول بدعة، حقيقة الأمر القول بدعة. لكن صدر القول البدعة ده، هل اجتهاد الإمام المجتهد أهل السنة، من أهل السنة إمام أهل السنة والجماعة لما يجتهد ووقع في البدعة، هل سيغير اسم البدعة؟ هل هنقول إنه إمام أهل دار الهجرة، إنه عالم قريش، إنه تضرب له أكباد الإبل مثلا لو قلت بذلك، هل ده سيغير البدعة فنجعلها أنيقة رشيقة، نجعلها سنة ولا تكون بدعة أيضا؟ بدعة أيضا. لكن ماذا يقال بقى في حق إمام من أهل السنة والجماعة ورأس من رؤوس أهل السنة والجماعة؟ ماذا يقال؟ اجتهد فأخطأ فتغمر في ميزان، تغمر في ميزان حسناته، وهو يعيش ليله نهاره، يعيش ويش؟ يعيش على السنة، إبراز السنة والعمل السنة. فإذا هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب، المعتزلة والخوارج وأيضا رواية عن مالك أنه قال إيمان يزيد ولا ينقص. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلاص. وهو قالوا أيضا وأهله في أصله سواء على ما قال الطحاوي، وهذا أيضا خطأ بين، لأن تفاوت التصديق موجود كما شرحنا قبل ذلك، تفاوت التصديق موجود. يبقى إذن نقول المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك عندهم التجهم الجهمية طبعا الذين قالوا بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. وطبعا أبو حنيفة تبرأ من ذلك وكفر الجهمية حتى، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الأصل في القلب، انتهى الموضوع. الإيمان أصله في القلب فلا زيادة فيه ولا، ولأن الإيمان عندهم طبعا هذا مخرج على فهمهم للإيمان، يعني هذا القول أيضا مخرج على فهمهم للإيمان. فالإيمان عندهم الأمر أصلا مخرج على التصديق، الأمر مخرج على التصديق، عندهم الإيمان والتصديق. وحتى في هذا أخطاء، لأنهم يقولون التصديق لا يزيد ولا ينقص، واحنا قلنا لا، التصديق بالمعاينة، الخبر ليس كالمعاين، يزيد وينقص، أيضا يزيد وينقص. طيب أما قول نعم يا ابني إيه؟ هشربها؟ لا مش عايز أشرب، جزاك الله خير. الحمد لله أن الله جل في علاه أكرمني وما فيش شرب، جزاك الله خير. طب وبتسألني ليه؟ طب استنى أجيب حاجة تشربها ليه؟ مش عارف؟ طب هو الواد عايز يجنني؟ يعني انت مش عارف ليه تسالني؟ الله يحفظك، يعني هتفطر لو حضرت عليك ان شاء الله ربنا يحميك. كمان التكلف في التاويل رائع يعني. دليل نادر بالله عليك رضي الله عنك. يبقى إذن هذا قول المرجئة، قول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. ثمرت ذلك إيش؟ في ثمرات، لكن في ثمرة عظيمة جدا أيضا محورية بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلال. وش هي؟ مع الخوارج والمرجئة ولا مع أهل البدع؟ عموما عشان كل منهم اخذ يتمسك بأدلة وطرح أدلة. يعني شيبوب. أعور. كل منهم اخذ. كل واحد منهم عور العين. الدعوة إلى عدم الجد والعمل والوزن. دعوة إلى عدم الجد والعمل. إيه الروائع دي؟ إيه الروائع دي؟ الخوارج أصلاً بيقولون علينا إحنا أصلاً شوية استغفر الله. يعني.
انت خايف ليه وانت تتكلم؟ تتكلم وتخطئ ما فيها شيء، خايف ليه وانت تتكلم؟ ها، ثمرة في هذا الباب، ثمرة عظيمة جدا، أنه يعني يتصور أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، صدق وتصديق وتكذيب، بر وإخلاص ورياء. ودي أصلا التي عدلت، جعلت ميزان وزان العدل عند أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ ودي جاءت بأدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4: من كنا فيه كان منافقا خالصا. طيب، وما كانت فيه خصلة من هنا، كانت فيه خصلة من خصال النفاق، يبقى اجتمع معه إيمان ونفاق ولا لا؟ بس لابد أن تفهم كل، إذا قلنا إيمان وكفر، إخلاص ونفاق، طيب، أو رياء وإخلاص، أو صدق ونفاق، تقول كفر لا يخرج من ملة، نفاق لا يخرج من ملة، يعني معه أصل إيه؟ مع أصل الإيمان، لأنه معنى أنه يزيد وينقص، يزيد يبقى تعالى، ينقص هيكون في نفاق، هيكون في رياء، هيكون ما. فإذا المؤمن طالما أتينا بذلك، المؤمن قد يجتمع في إيمان وكفر، وده اللي يجعلنا لا غلو ولا جفو. الغلو يقول كله كافر، الجفو يقول إيمان كامل الإيمان. ووزان العدل أن تضع شيء في موضعه، في موضعه، وهذا هو الأصل في ذلك. وانظرنا فوارق بعيدة في هذه المسألة، مراتب الإيمان في الزيادة والنقصان، هذه الرسمة، مراتب الإيمان في الزيادة والنقصان، مراتب ثلاثة، مراتب الإيمان في الزيادة والنقصان، مراتب ثلاثة. مطلق الإيمان، ممكن في النص هنا تنزلها أو فوق كده، لا لا هو ما شاء الله، عشان الكل أصلا مراتب بس أنا مراتب الإيمان، بس بقلم تاني بقى شيخ عشان ما بقلم آخر. مراتب ثلاثة، مراتب الإيمان بالنسبة للزيادة والنقصان، طالما أثبتنا يعني ده فرع على هذه المسألة، الزيادة والنقصان، مراتب الإيمان ثلاثة. ممتاز. أولها مطلق الإيمان، ودي أدنى المراتب، اللي هو معه أصل الإيمان، اللي هو المسلم الذي لا يمكن أن يزول عنه أصل الإيمان، لا يكون مسلما إلا بأصل الإيمان. شحن قلنا مراتب الدين ثلاثة، نفس الأمر، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. بعد كده الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هذا معناه الإيمان الكامل، وهذا له مرتبتان، كمال واجب وكمال مستحب. طب هي دي المرتبة الثالثة، الإيمان المطلق اللي هو فيه كمال، حصل كمال الواجب وكمال المستحب. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، هذا الذي أتى بالواجبات وانتعى المحرمات. والمراتب الثلاثة هذه، المرتبة الأولى أيضا لها تفاوت، المرتبة الأولى لها تفاوت. فالمرتبة الأولى أصلها مطلق الإيمان، هو أن يأتي بما 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 أمر، وينزجر عما نهى عنه الله جل في علاه. وأصله قول الثائر الرأس ضمام، عندما قال له 5 وقت في يوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تصدق، إلا أن تطوع، فقال لا أزيد ولا أنقص. هذه مرتبة، مرتبة النجاة، أن يأتي بالواليات بحذافيرها، ها، ويأتي ب وينتهي عن المنهج بأسرها. قلنا هذا ليس لازما في كل الأوقات للإنسان، لأنه لابد أنه يزل عن الواجب، أو قل يتقاعس عن الواجب ويزل فيه في المحرم. فنقول المرتبة، أعلى مرتبة في المرتبة الأولى، هي الإتيان بالواجبات وانتهاء المحرمات، وهذا له الجنة، ده ولي من أولياء الله. طيب المرتبة الأدنى منه هو من تقاعس في بعض الواجبات، وتجرع على بعض المحرمات، ده تتفاوت نسبته، لكن ده في المشيئة. وهذا ده لازم تبين للناس المسألة دي، فرعها هنا، وهذا في المشيئة،
إن شاء عذب وإن شاء رحم. تتفاوت بقى نسبته، عظيمة جدا متفاوتة. ومنهم من أتى بسيئات ولكن حسناته أكبر، أمر آخر. يبقى في هذه المرتبة مرتبة مشكلة جدا. إيش هي بقى يا أستاذ؟ المرتبة الأولى نصير. يبقى في المرتبة مرتبة مشكلة جدا. طب وانتهى المحرمات؟ ممتاز. ما اسمك؟ رضي الله عنك يا محمد، تشرفت بك. رضي الله عنك، رضي الله عنك حبيبي. مسألة تارك جنس العمل، هي دي المسألة المشكلة. لأن هو معه هنا إيه اللي فيها؟ اللي فيها إنه معه أصل الإسلام عندهم في إيه؟ إحنا افصل في النزاع، ما هو أصل الإسلام؟ التصديق قول لا إله إلا الله. شوف أصل الإسلام حقا لابد أن نقول الأصل بقول اللسان وقول القلب وأصل عمل القلب لازم. طيب طب دي مرحلة مفيش كلام فيها، يعني دي هذه المرحلة اللي هو أصلها قول القلب وعمل القلب وقول وقول اللسان. طيب فنقول ده عندهم يعتبر أصل إيه؟ أصل الإسلام. ماشي، اصل ايمان. ما هو اصل ايمان اللي هو اللي يكون فيه بي مسلم، اللي يكون بي مسلم اللي هو اصل الايمان. وهنقول لابد من اصل العمل كليات، اصل عمل القلب اصل عمل الجوارح. مفهوم كيف؟ ايوه نعم. يعني لابد قول وقول القلب واصل عمل القلب، مش عمل القلب، اصل عمل القلب واصل عمل الجوارح، اصل عمل الجوارح. ويزول اصل عمل الجوارح بزوال ايش؟ الاركان، بزوال الاركان. يبقى من ترك كل الاركان هذا ليس بمسلم. من ترك كل الاركان، اركان الاسلام او اركان الايمان، من ترك اركان الاسلام من ترك كل اركان الاسلام هذا ليس بمسلم. يعني من قال لا اله الا الله ولم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم لم يزكي، طيب فهو كافر. بعض الجهال السفهاء الاغبياء قالوا او كلام الخوارج، وده ليس كلام الخوارج. كلام الخوارج يقول لو ترك كل العمل فهو ايه؟ لو ترك عمل من كل العمل فهو كافر. هنقول لا، بنقول مسألة على ركيزة أركان الإسلام. هو مسلم، المسلم هنا إسلامه يرتكز على ايه؟ أعمدة وأركان. زال الأعمدة، فين الإسلام؟ انتهى، زال الإسلام. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الكامل، هو الإيمان الذي أتى بأصل الإيمان مع كمال مع كماله الواجب. ويمكن أن تأخذ على مثيلتها ضرب المثل بذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، لا ليس هذا، حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يلقى في النار. انا عايز بس هذه اول الحديث: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لكن احنا نقول لا، اصل الايمان ياخذ من الايه، وهي آمن الرسول بما أنزل من ربه ومن كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الأمر، اللي هو أصل الإيمان. أصل الإيمان بالنسبة للإنسان أن يكون فيه أصل محبة الله ومحبة الرسول، اللي هو أصل العمل. أصل محبة الله ومحبة الرسول. ها مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، اللي هو أصل الإيمان. فهمت إن حضرتك في أول حاجة واجبات فقط، ده مش الواجبات تحط مع الايمان المطلق، ولا انت غلط؟ ولا لا ده يعتبر مطلق الايمان، انه يجيب، لانه احنا الا يعني نقصد بها انه اتى باصل العمل اللي هي الاركان، فيقصد بذلك الاركان، اتى باصل العمل، يكون اتى باصل العمل. اصل العمل ماشي، اكتب اعمال الجوارح ماشي خلاص.
أما كمال الإيمان الواجب كيف ذلك؟ نقول أصل محبة الله في القلب أصل إيمان، أصل محبة الله في القلب أصل إيمان، أصل محبة النبي في القلب أصل إيمان. أن تحب الله وأن تحب رسوله فوق كل شيء، هذا أصل كمال الإيمان الواجب. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء، أصل الإيمان معه ولا لا؟ حتى إيمان معه الكمال الواجب أيضا لكن ليس كله. قال إلا من نفسي، قال لا إلا من لا يا عمر. فقال الآن أنت أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. الآن إيه؟ الآن آمن، يعني قبل ذلك كان كفر؟ لا، يعني اكتمل له إيمان الكمال الواجب، اكتمل له إيمان كمال الإيمان الواجب. إذن الإيمان المطلق والإيمان الكامل اللي هو أتى بالأصل والمكمل، وهو مرتبتان، أصل مكمل واجب، أصل ومكمل واجب، أصل ومكمل إيش؟ مستحب، أصل ومكمل مستحب. الأشعرة في الإيمان طايرين، ليس لهم أي علاقة بما نقول، لأن الأشعرة في الإيمان مرجئة، وإحنا نقلنا من كتبهم جميعا في هذا الباب. هل الذي اتفق معهم وقال أنه يذهب من التأويل إلى من التجسيم إلى التأويل يتفق معهم أيضا في الإيمان في هذا الباب؟ هل يتفق معهم في القدر في هذا الباب؟ يعني نسأل الله، لا نسأل الله لا، ونريد الأمة بأسرها أن تنتفع ممن استقامت عقيدته. فالأشعرة في الإيمان مرجئة، مرجئة، ولو قالوا الأعمال من الإيمان والله مرجئة، لأن أيضا أكثرهم بيقول أن العمل شرط كمال، أكثر الأشعرة بيقول، ولأنه أصلا حتى من الذي منا وقال بهذا الكلام تأثر بابن حجر، ونقلات ابن حجر في الإيمان ينقل عن من؟ بينقل عن الأشعرة، أكثر نقل عن الأشعرة، وابن حجر متأثر بالأشعرة في هذا الباب. فالحاصل هنا عندنا الكمال أصل ومكمل، مكمل واجب ومكمل مستحب. فالمرتبة الأولى الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، أنه أتى بأصل الإيمان والمكمل، المكمل ليش؟ الواجب، دي المرتبة الأولى. وضربنا لكم المثل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعمر عندما قال أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، لا على إيه؟ ما هو الأصل موجود، يبقى لا على إيه؟ المكمل، وده المكمل، مكمل واجب. إنك تحب النبي أكثر نفسك ده واجب. يأتوني بآية من الكتاب تثبت ذلك. كن حاضرا، حاضر الذهن يا إبراهيم، ابتساماتك تغريني وجيزة. قل إن كان أباؤكم ها، يعني هذا أنت، احنا عايزين نخصصها مش نعممها. ماشي، هات بقى الآية فيها. قال وجهاد في سبيلي، صح، ماشي، ده يا أحب أكون الله ورسوله. هنا ممكن نقول الشاهد فيها صحيح، تفضل. فاتبعوني جيد. آية صريحة، وآيتك أيضا يحتاج بها صحيح. قال ما كان لأهل مدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلف رسوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولذلك الصحابة كانوا يقولون إيش؟ فداك أبي وأمي، افتدون الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء، بأنفسهم أبائهم وأمهاتهم. والآية في سورة التوبة أيضا تكون على ذلك. وبعدين أصل الإيمان ومكمل واجب ومكمل مستحب، وده كله على الثلاثة، على اللسان والقلب وإيش والجوارح في هذا الباب. ولذلك طب ائتوني بما بالواجب على اللسان. لا إله إلا الله، لا، ده أصل إيمان، ده الأصل. أنا عايز مكمل واجب. لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه، مكمل واجب. الذكر في واجب، فيه بقى انت اتيت بالطريقه، ادخل بقى فيها. قرات الفاتحه في الصلاه، الذكر واجب ولا لا؟ ها شيخ محمد، قرات دليلنا على كمال الايمان. ايوه، في اللسان، على اللسان، على اللسان. ها طلع طول اكثر مره. انا اسمه ان شاء الله بعد عمر طويل مديد كده، بعد 60 او 22 يفضل يعمل كده.
من زمان قوي لكنه يعني فضله ان شاء الله يعني امين امين. وانت انت تراه ما شاء الله يتسامى الان وتعالى شفت شفت الكلام هو رضي الله عنك. اصل ايمان يعني لو واحد قال انا بتبعه انا على ربي لحيتي طيب استغفر الله. واحد وانا بتكلم على الواقع رجل جاني وكان صديقي قال شوف انا اكلمك بشيء قلت له اتفضل قال ماشي انا اتمثل بالقميص باللحيه افعل السنن قال عن نفسه هو قال عن نفسي انه لا يحبه اقسم بالله قلت له انت كافر طبعا حار وكاب ده طلع بقى قلت له كافر انتهي والله والله ده قال لي كده عليه وعلى الله مش على النبي فقط. فاصل محبه الله اصل محبه النبي صلى الله عليه وسلم اصل ايمان خلى القلب منها كفر كفر صاحبه ماشي وبقى كده اصل مكمل مكمل واجب ومكمل ايش مستحب وهذا على كل هذا قلبه. نقف عند هذا احنا عندنا استثناء في الايمان نقف عشان ما نخلطش على الاخوه وتكون مساله مساله وعشان العرس طبعا احنا كده تاخرنا كمان يعني هو عايز نمشي يعني طبعا احنا بس هنسرع ان شاء الله في الدرس القادم هو بعيد ام قريب 45 يا ابني السياره هتاخدنا يا حسام انا عايزك تفكر ما تفكرش بودنك ابوس ايدك فكر بدماغك يا حسام يعني ياتي يعني ياخد كم بالنسبه لنا او لا طب شويه بقى شويه تفضل يا محمد تشرفنا بك يا محمد تشرفنا بك جدا تفضل حسام البدري ده سيد من سادات المجلس هنا ده هو استاذنا احنا كمان ده احنا كمان واحنا استاذنا واحنا اللي بنصلي خلفه فده هو اللي بيصلي بينا في التراويح ده حقا وبعدين كمان بنعشق نسمعه انا بالذات انا بحب اسمعه جدا لانه اصلا مع حلاوه الصوت عنده سرعه وانا اكره اللي يتباطأ عليا انا اللي جابني هنا يا شيخ مكارم الاخلاق الله اكبر الله يرضى عنك وعنهم ويجعل اخلاقك من ارقى ما تكون لا احنا ما عهدنا حسام الا خلوقا مهذبا مهندما وسيما قسيما يعني عمريا لا عمريا دي حاجه ثانيه خلونا ما اعرفش عمريا سيدنا كل بضاعه متورده لنفس الجهه نفس الصيغه بالله يعني بنفس الهدوء والسمت ايوه والله نفس البضاعه اهو زاله اخر مره مش هيله اثنين الدكتور ما يجيش طيب الى الكلام يا استاذ حسن انت طلعت في حاجه عندك في حد طلع على مخالف ولا حاجه طيب الى 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 اعتقاد الامام احمد احنا قلنا يعني الحمد لله وفينا وابرزنا للناس اعتقاد الشافعي وقلنا كل هؤلاء الذين يسبوننا ويعادوننا هل ما لهم اين هم من الشافعي وش علاقتهم بالشافعي هنا؟ لما ألزموا الحجة وعجزوا عن الرد طلع الرد جميل جدا قالوا نحن أشاعرة العقيدة شافع إيه؟ شافعية المذهب رايت؟ في هذا الباب خلاص نحن يبقى إذا من أولى بشافعي بقى؟ نحن ولا هم؟ تعال ننظر إلى أحمد لكن حنابلة الحمد لله لا يخالفون كثيرا لكن في الحنابلة معتزلة أيضا نعوذ بالله أن يكون في من الحنابلة من هم بهذا العته هناك من الحبلة من فعل ذلك طبعا أصلا المصيبة الكبرى أنه الآن يدندن حول أنه الاستغاثة بالنبي لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وربا وده كفر 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 أكبر ما عشان تتعلموه ولو احنا خلاص خلصنا الدروس بقى كده عبال ما جينا البلاغات الثانيه نشوف دروس ثانيه اقول النبي صلى الله عليه وسلم اصلا المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروبات ولقضاء الحاجات كفر اكبر
ولا احتاج اقول في اعتقاد ولا غير اعتقاد، لا احتاج. عندما اقول في اعتقاد اقول باللازم انه ما قال له اعطيني واجعل بنتي تشفى الا واعتقد فيه انه ايه يستطيع انه الشافي وانا المعطي والمانع، مفهوم؟ فهو فقط الاستغاثة بالنبي لتفريج الكربات وقضاء الحاجات يقول له فرج كربي، ها كفر الكفر اكبر، او هذا القول قول الكفر، كفر اكبر مش اصغر، ده كفر اكبر، مفهوم؟ وده بقى يعني اذا استطال الامر استطال، من سكت سكتنا ومن تكلم تكلمنا. ليس عندنا هذا الباب الا احمد بن حنبل عندما قال له خلاص انت قتلت المعتزلة تكلمت عنه، قال ان سكتوا سكتنا، تريدون السكوت ان سكتوا سكتنا، ان تكلموا بالكفريات لا نسكت، ده دين الله، ده المسألة مسألة على الله، قضية الكون الكبرى دي، قضية الكون الكبرى. وان كنا عندكم يعني مهوسين، ها فاثبتوا لنا الهوس، علميا اثبتوا لنا الهوس في هذا الباب، وردونا عن هذا، انما يستغاث بالله لا يستغاث به، وان كان حديث في ضعف لكن المعنى صحيح في هذا الباب، اذ تستغيثون ربكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسالوا الناس شيئا. اما من قال يحاول اللعب على عقول الاغمار الاغرار ويقول بان هذا مجاز عقلي وان المساله مساله ايه؟ مسألة سببية، لا سببية، يقول بذلك نقول له الآن هو يقول الغوث الغوث ده طلب أن يغيثه، يقول لا هو سبب في الإغاثة. ده الفتوى التي ظهرت مؤخرا أنه يستغاث بالنبي لتفريج الكربات ولقضاء الحاجات، يعني كفر صريح، كفر صريح. ومن قال بأنه ليس بكفر يأتينا بالأدلة الدامغة حتى نسمع له ونطيع. وقلنا لكم أيضا سنري الناس جميعا اعتقاد الأئمة الأربعة، مش دول رؤوس الناس، مش أنتم الآن دندنة للنهار على مذهبية، على فين؟ مش على رؤوس الناس، ننظر في عقيدة رؤوس الناس وننظر فيكم، أين أنتم من عقيدة هؤلاء؟ مش هم دول أئمتكم؟ ها كما سلخناكم من الشافعية سنسلخكم من الحنابلة أيضا، وتنظرون عقيدة أحمد وكيف تكونون على مذهبي ولستم على عقيدتي. طبعا هذا ما تأتيني تقول لي طب ابن قدامة قال في اللمعة وابن عقيل، سأقول المفردات لا 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 لا, لا تأخذ أحكام عامة، المفردات لا، بتكلم على مسألة التفويض، المفردات لا تأخذ على لا يأخذ على الأحكام العامة، لكن أنا أقول من قال أنه حنبلي فليثبت لنا بعقيدته أنه حنبلي فقط. وعقيدة أحمد هنا الآن نبين أنها أيضا تجانف الأشاعرة. والأخ أبو تخميس اللي هو كان بيطلع على القبور بيتصور بالقبور، أنا أريد منه فقط يريني كيف عقيدة أحمد، مش يأتي على الناس وهو ببغاء لا يفقه شيء لا في الفقه ولا في الأصول، ويأتي بنقلات ويقول لك شوف قال في منتهى الإرادات قال، وهو أصلا لا يفقه هذه المسألة ولا يعرف يردها على أصولها الصحيحة. فهنا نحن أيضا مع عقيدة أحمد. تفضل يا شيخ، وعشان بس ما تأخر الأخ أشيروا علي، إذا كان في تأخير أشيروا علي. دخل علينا؟ يعني خلص ومشي. حاضر أستاذ، تفضل أستاذ. تفضل. تفضل إيه؟ أهو أستاذ. طب ما هو؟ أيوه اعتقاد أحمد. لو معك كتاب تفضل. الكلمة خلاص تحتمل هذه تحتمل هذا، فهمني؟ فمن حملها منهم على هذا قال لا، يعني لا تلومون. أعرف حمله على ذلك، احنا دلوقتي ما بنتكلمش على اعتذار، انت فهمني؟ انا بقول لهم تنزلا تعالى ابن عقيل، اتكلم عن ابن قدامه حتى في مساله مفرد من المفردات، لا يمكن ان يقال للرجل في مفرد من المفردات انه نزع نفسه من عقيده امامه، فهمني؟ هذا هو. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام رحمه الله في اعتقاد الامام احمد رحمه الله، يقول جمله اعتقاد احمد بن حنبل رضي الله عنه في الذي كان يذهب اليه أن الله عز وجل واحد لا من عدد، لا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة. شوف هذا كلام عقلي هذا. لذلك أيضا التميمي هنا
كان يعني يشغله مسائل عقلية ويأخذ عقيدة أحمد ويتكلم بها في هذا الباب. وأحمد لم يعرف عنه هذا، لكن هو نقل عنه هذا الكلام أيضا. كان أحمد لما 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 المعتزلة ظهرت أراد أن 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 يشاكل فقط في إيش، في مسألة العرض على الرد من أجل أن يقسم الظهر. قال وهو واحد من كل جهة وما سواه واحد من وجه دون وجه، وأنه موصوف بما أوجبه السمع والإجماع، وذلك دليل إثباته وأنه موجود. رضي الله عنك. هنا الآن يتكلم عن اعتقاد الإمام أحمد، وهو اعتقاد الاعتقاد في الله بأحدية الله جل في علاه. يعني وقال واحد لا من عدد، لا من عدد، لا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة، مجاراة لما يتكلم به المعتزل أنه رد عليهم بطريقتهم. وهو إطلاق الأحدية لله جل في علاه معناه أنه لا قسيم له لا في ذاته ولا جزء له، وأيضا يعني تكون الوحدانية شاملة. احنا نتكلم بنفس عقيدة أحمد بن حنبل وعقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله واحد سبحانه جل في علاه، وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس فريقين وجعل الخلاف على ذلك. لذلك لا تأتيني وتقول لي أسكت عن قضية الكون الكبرى، أنت الآن يعني تفركش الناس، أنت يعني السكوت عن قضية الكون الكبرى، ما يعني أين الديانة؟ كيف يتحقق الدين؟ كيف يتحقق مراد الله جل وعلا من عباده في هذا الباب؟ هو الأصل الأصيل هو تحقيق توحيد الله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه بيّن الإنكار الشديد على من جعل له الولد. قال يدهون قول الذين كفروا قاتلهم الله، قالت اليهود عزير كذا، استغفر الله، نسبوه ولدا، والنصارى قالوا المسيح كذا، يضاهون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفكون. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا وقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتي يوم القيامة فرض. وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ارجع للآية. وقال الله تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف معاذ ثلاثا للفت الانتباه والقلب، وش قال؟ قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالأصل أن قضية الكون الكبرى هو توحيد الله جل في علاه. فهنا يقول الذي يذهب إليه أن الله واحد لا من عدد سبحانه، وهي قضية الكون الكبرى كما قلنا والجميع يقولون بأحادية الله، الخلاف في التفصيل، لأن الأحادية هنا الذي يقول لا عدد لا يجوز له التجزؤ والتقسم والقسمة هي شمولية الأحادية. يعني شمولية الأحادية يقول أحادية الربوبية، أحادية الأسماء والصفات، أحادية إيش؟ أحادية الإلهية. فهو واحد في ذاته سبحانه وجل في علاه، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته سبحانه وجل في علاه، واحد في إلهيته. ما معنى أقول واحد في 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 ربوبيته يا أستاذ؟ يعني لا شريك له ولا معين ولا ظهير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا هنا أحادية في الأسماء والصفات، يعني لا أحد يشاركه في الأسماء والصفات سبحانه وجل جل في علاه. ونحن نقول هنا الأحادية مع وجود أسماء وصفات، نعم، وتعدد الصفات وتعدد الأسماء عند المعتزلة يكون تعدد إيش؟ ذوات، يعني ينفي الأحادية عنده. لذلك هم يمكن يكفروا هذا اللي يقول بذلك، ونحن نقول تعدد الأسماء والصفات ليس مغيرا ليش؟ للأحادية، لأن الصفات إيه؟ معاني، وهي ملازمة لصفة ملازمة لإيه؟ لذات واحدة. فهو غفور ورحيم وكريم وجبار وقدير ومقتدر وعالم، وهذا في دنيا الناس ترى ذلك ليبين الله لك. والقياس قياس أولوي هنا في هذا الباب. تقول زيد أقبله يعمل معنا ولا ما أقبله؟ زيد ممكن يدرس أم لا؟ زيد هيدرس إيه؟ أي مادة؟ قال بيده يدرس الحديث ويدرس الفقه. فقال له زيد، أما زيد أي زيد خلوق، زيد دين عابد، زيد كريم جواد، زيد عالم بالأصول، عالم بالفقه، عالم باللغة، عالم بالعقيدة، عالم بالتفسير،
كل هذه الصفات تعددت لزيد، هو يبقى 100 زيد، يبقى زيد صفات 100 زيد، ولو زيد واحد، زيد واحد ايش بقى؟ يتصف بهذه الصفات. وتعداد الصفات، تعداد الصفات ايش؟ خير، وخير لك، كمال ممتاز، تعداد الصفات كمال. تقول الكريم، الجواد، الصادق، الجبار، او قل الشجاع، المقدام، كل هذه صفات ما تعددها صفات ايش؟ كمال. يبقى اذا واحد في اسمائه، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته سبحانه وجل في علاه. لا احد يخلق مع خلقه، لا احد، الخلق كله له، ولا اشكال بان يقول تبارك الله احسن الخالقين، لان احسن يا صاحب اللغه، وافعل تفضيل معناها ايه يا صاحب اللغه؟ الاشتراك، صحيح ولا لا؟ يبقى انا اشرك العباد في الخلق الان. وتقول لي بقى واحد في ربوبيته، واصل الربوبيه هو ايه؟ المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته والتشريع. والتشريع فهو واحد، ولذلك هم ينازعونه في التشريع، كل مبتدع ينازع الله في التشريع. قلنا له اين او كل مبتدع نقول له اين ايمانك باحاديث الربوبيه؟ من واحد في ربوبيته. لأنه واحد في التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ألا أكملوا؟ ألا له الخلق والأمر، فصل بين الخلق اللي هو الفعل والأمر اللي هو القول، والقول هذا التشريع. مفهوم؟ رد يا شيخنا. تفضل. أولا شيخنا نقول الله تعالى فرد بالخلق الذي هو المشاء من عدم. يبقى إذن احنا نقول الخلق له معنيان، ويبقى انت خلصت المسألة كلها لما تقول بذلك. الخلق له معنيان، الخلق إيجاد من عدم أو تحول من صورة إلى صورة، صحيح؟ طب ايه تحول من صورة إلى صورة هذه؟ نقول حديد جعله سيارة، خشب جعله بابا، ده تحول ولا لا؟ تحوله الآن، أو التحول ده يسمى، عارف اللغة أنه ايه؟ خلق، خلق. لكن هذا الخلق يشتري فيه كثير الناس، كثير من الناس، كل من له موهبة في تحويل شيء فيكون مشترك، صحيح ولا لا؟ والمقصود هنا بأحاديث الربوبية بأنه إيه؟ المتفرد بإيه؟ بالخلق الذي هو إيجاد من عدم. لا خالق إلا الله، الذي أوجد من عدم هو الله جل وعلا، وكل مخلوق لمخلوق هو مخلوق لله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سواء قلت انها مصدريه او انها ايه؟ موصول. يعني لو قلت والله خلقكم وعملكم ها في هذا الباب، يعني افعالكم مخلوقه لمن؟ لله. مع ان صح في الايه لا، والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون، ده دي ابلغ، يعني خلقك والسياره اللي انت عاملها دي مخلوقه لله، لان انت ما فعلت شيء. ها انت ما فعلت شيء. اول شيء، ما الذي اوجد لك الحديد؟ ما الذي اوجد لك ما تصهره وتضمه وتجعله يلتصق؟ الله. ما الذي خلق عقلك لتفكر وتستطيع ان تفعل ذلك؟ وخلق يدك ورسمك والمواد التي تفعل بها، الله جل وعلا. وانت ما فعلت شيء غير انك عملت ايه؟ ضممت الحديد للحديد وجعلت الموتور من اجل السياره. والله هذه بالذات، وسماك خالقا هنا بالذات، دليل قوي على مساله عظيمه. وش هي بقى المصير؟ بالله تبقى كيمياء، مفيش كيمياء، كلها راحت بالعقل. منوفي، يا منوفي، سموه منوفي لكرمه وجوده، هذا الذي تزعمه انت. قريب جدا يا احمد. ماشي يا محمد، ماشي، ممتاز. نقول ان العبد له ايش؟ فعل منسوب له، هو يفعله، هو الفعل، هو قال خالق، هو حتى شوف ما لم يبخسه حقه. فتبارك الله احسن الخالقين. حريص، الله يرضى عنك، جزاك الله حريصا. فتبارك الله احسن الخالقين. فدي دلت على ان افعال العباد ثابته، هو فعل، هو ده، هو اثبت له الخلق. يبقى فعل ولا ما فعل؟ يبقى عندما يعصي لا تثبت له المعصيه. ولذلك قلنا العمل ينسب للعبد كسبا فعلا واكتسابا، وينسب للرب ايش؟ خلقا وايجادا، خلقا وايجادا. فدي احاديث الربوبيه واحاديث الالهيه، وهذه المعترك كلها على احاديث الالهيه. ماشي. ذكرت لنا توجيه اخر الايه ان احسن الخلقين احسن المقدمين.
طبعا لانه هنا لو اتيت بانه جمعت الثلاثه جمع مع بعض، لان الخلق في الجمع مع الخلق والتصوير وايه ال 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 انه البارئ والخالق والمصور. فالخلق هنا بمعنى التقدير، يبقى احسن الخالقين يعني احسن المقدرين. يعني ايش احسن المقدرين؟ طب يعني ايش بيقدر؟ لا، احسن المقدرين انه ايه؟ انه يطبق ما قدره. ولذلك الشاعر وش قال؟ لا انت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا ما يستطيعش، ومش هياتي بها على تمامها، لكن الله تعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. واحد في الهيته، طبعا قلنا واحد في ربوبيته يبقى تقول واحد في تشريعه، لذلك من نازع الله في التشريع فقد كفر. طب المبتدع نقول البدعه بريء الكفر، لكن صاحب البدعه لا 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 يدخل في ذلك، لانه اصلا لا يقبل اللازم اصلا. فاهمين قولي؟ يعني لما نقول له انت نزعت الله في الربوبيه، ده لازم فعلك. هو يقول لا انا عبد للرب وانا افعل ذلك لاعبده. مفهوم؟ لكن ده لازم، هو لا يلتزم باللازم، والحمد لله انه لا يلتزم باللازم، لكن من لازم فعل البدع انه ينازع له في التشريع. لان الله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به. ما لا يأذن بالله، يبقى التشريع ما أحد حق لمن؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. في هذا الباب واحد في إلهية في التشريع في ربوبيته، واحد في إلهيته، وإذا النزاع كله هنا بيننا وبين الأشاعرة في هذا الباب، هو واحد في إلهيته. هم يقولون بما نقول بنفس اللسان، نعم واحد في إلهيته، لكن ما هي الإلهية؟ الجوهر هو الجوهر الذي يؤثر ويأتي الفراق بيننا. هو واحد في إلهياته، يقول نعم واحد في إلهياته. ما الإله عندكم؟ قالوا الرب القادر على الاختراع، القادر على الصناعة، هو ده. وإحنا نقلنا من أقوالهم الكثير في هذا الباب، لكن أهل السنة والجماعة يقولون إيش؟ واحد في إلهياته يعني يعني المستحق لأن يفرض به العبادة، ده الإله. لا معبود بحق إلا الله، لما لا 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 لا, لا خالق ولا قادر على اختراع إلا الله. هذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، هذا من كلام أهل البدعة والضلالة. إذا قلنا هو واحد في إلهيته، طالما قلنا واحد في إلهيته يبقى لا يجوز دعاء غيري، لا يجوز ذبح لغيري، لا يجوز النذر لغيري. وأنتم عستم في الأرض إيش؟ فسادا. أبحتم النذر لغير الله، وأبحتم الذبح لغير الله، وأبحتم الدعاء لغير الله جل في علاه، والتوسل والاستغاثة بغير الله جل في علاه، وآخر شيء تقولون يستغاث به لتفريج الكربات، لتفريج الكربات، ها، ويضعها كده مجملة. ولما تأتي تبين أنه هو كفر يقول لك إيه؟ لا، هو سبب في أن يغيثنا، أن يغيثنا الله. حتى في هذا الباب أنتم أيضا وقعتم في البدعة، والبدعة بريد الكفر، وهي سبيل للشرك، وسائل الشرك في ذلك. الغوص يا بدر وسائل للشرك، إذا كنت تعتقد السبب كما تقول، وهذا ليس بسبب. إذ القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة، كل سبب لم يشرعه الله سببا فهو إيه؟ فهو شرك، لأنه تشريع. كل سبب لم يشرعه الله سببا فهو شرك. قال لي طب فاستغاث، قلنا شرعها الله، شرعها. فاستغاث الذي من شيعته على الذي من شرعها ولا ما شرعهاش؟ اجيبه كيف شرعها المنوفي؟ انا كده حموت والله حرام، وكل شويه ما فيش اجابه بتتعبني هذه بسرعه. تريد تنام؟ طيب تفضل. ممتاز بالاقرار. فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوي، وهذا شرك. هل في الآية في جملة اعتراضية هو شرك؟ ها؟ من الذي قد أوحى القرآن لنبينا؟ والله جعل نقلها، أقر ولا ما؟ جه؟ طيب أقر ولا ما أقر؟ أقر. فهذا تشريعه الآن. تشريعه بالإقرار. فهذا تشريع. فنقول كل سبب لم يشرع الله سببا فهو شرك. يبقى الغوث يا بدوي شرك ولا مش شرك؟ هل شرعه الله؟ هل شرع نبي؟ هل أقر نبي؟ ائتونا بأثارة من العلم، ائتونا بأثارة من العلم في ذلك. ده الحديث فيه ضعف، قالوا قوموا بنا نستغيث بالنبي. النبي كان بين أذورهم ولا ما كانش بين أذورهم؟ حي ولا مش حي؟ صح كده؟ ومع ذلك قال له لا، إنما يستغاث بالله. فما بالك ده راح لعظام أرمت، طيب، وهم في حياة لا تتعلق بحياة الدنيا بحال من الأحوال، حياة لا أحد يعرف عنها شيء،
حياة برزخية غيب تام. ويقول ويذهب ويقول له الغوث الغوث ويستغيث به، والنبي يرفض ذلك ويقول إنما استغاث بالله. فهذه مسألة عظيمة جدا، فلذلك قلنا هو واحد يعني في إلهيتي أيضا. ثم قال وما سواه واحد من وجه دون وجه، وأنه موصوف بما أوجبه السمع والإجماع. يقول موصوف بما أوجبه السمع والإجماع، نقف عندها عشان نرسل الأخ، لكن فيها لفتة عظيمة. وش لفتة عظيمة إبراهيم؟ ممتاز، أن أسماء الصفات لا يوصف الله إلا بالتوقيف. بالتوقيف هو قال بإيش؟ السمع. قال بالسمع والإجماع، ولأن الإجماع لابد يكون مستنده السمع، مستنده السمع. ولذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ائتوني بمن يستطيع أن يصل بالاسم أن يكون فعلا يمتلئ امتلاء في الحسن. من الذي اتسع علمه لذلك؟ لأن يقول بأن هذا اسم لله يعني امتلأ كمالا في الحسن. ولذلك لا أحد، لأن الإنسان قال بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب إيش عندك. نعم، ولا قال لا نحسن عليك أنت كما أثنيت على 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 نفسك. فإذا هي توقيفية بالسمع أو بالإجماع، وهذا من الحنابلة في رد على إيه؟ على الحنابلة الأشاعرة. في عصرنا في حنابلة الأشاعرة ده في قبورية وشاعرة، فبنرد عليهم بأحمد أنتم. يبقى السؤال هنا المطروح يكتب في أول الدرس، أين أنتم من أحمد؟ أما نحن فأولى بأحمد منكم، وخليها بقى تطلع في الأيام الأربعة إن شاء الله في هذا الباب. أين أنتم من أحمد؟ أو أحمد الآن يقول بأن الصفات لابد أن تكون توقيفية، وأنت تقول لا بعقلي، ده يصح ده لا يصح، ما وافق عقلي فأنا أصف في الله، ما يصل الذي لا وافق عقلي وراه تشبيها أنا سأنزل الله. هو مطلبه إيه؟ مطلبه نبيل ولا مش نبيل؟ لا عشان يتكلم بإنصاف، مطلبه نبيل، مقصده إيه؟ تنزيه الله. فأدى اجتهاده على أنه لا ينزه إلا بذلك. قلنا أنت أخطأ، قصرت في التعليم، قصرت في الاجتهاد، قصرت في الاطلاع، أغلق الله عليك باب التوفيق. في شيء أنت فعلته بينك وبين الله فأغلق عليك باب التوفيق، انتهى. قرب ذلك لتفوز، قرب ذلك تفوز، وإلا فأنت انحراف مع إيه؟ مع جحود، انحراف مع جحود. فإذا الحنابلة يقولون بأن الأسماء والصفات توقيفية، أنتم لم تجعلوها توقيفية بحال من الأحوال. التوقيف رددتوه ووصفتم الله بما لم يصف فيه نفسه، يعني ألغيتم ما اعتبره الشارع واعتبرتم ما سكت عنه، ما سكت عنه الشارع. مفهوم؟ تفضل شيخ. ويقول هل اشترط الدخول في درس عدم المعصية؟ يا حبيبي كلمة عدم المعصية غير موجودة، عدم المعصية هذه غير موجودة. ما في أحد يطأ التراب بقدمه إلا هو له معصية، كل إنسان له معصية. لو ما كانتش معصية ظاهرة في الجوارح في أعوص منها اللي هم مش فاهمينها. معصية فين؟ في القلب. يعني إن لم تكن معصية اجلس بقى، مش هنمشي خلاص، اجلس هنمشي الآن. فمعصية القلب أشد من معصية الإيش؟ الجوارح. معصية القلب أشد من معصية الجوارح، بس نكتفي بذلك. ما هو تفاجأ كمان بقى عايز بقى يبرر. طب العصر الله هتتوضى بعد ما ننتهي. نقف عند هذا من أجل عرس أخينا، أخونا محمد عثمان يدعو على الفيس ولا على الغير فيس يكون معنا في عرسه. نسأل الله تعالى أن يجعل عرسه مباركا، نسأل الله أن يمتعه بزوجه وأن يجعله متعاونا معها على البر والتقوى وتتعاون معه على البر والتقوى، ونسأل الله أن يكون التهنئة منا بإخلاص من قلوبنا، ويجعل صب عليه الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشه كدا كدا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين وحفظ كتابك العام وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل اعمالهم في رضاك ومبتغاك، وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. قبلها اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد. يا رب امين يا رب، يا رب امين يا رب، يا رب امين يا رب. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.